مدحت، يا اهلا وسهلا. الساعة عندك دلوقتي 2 صباحا، ها؟ بالظبط يا كابتن، احنا سابقين ساعتين، سابقينكم بساعتين يا كابتن. بالظبط الساعة 2 عندك دلوقتي. طيب قول لي بقى، احكي لي كده الاجواء، اديني تقرير كده. يمكن يا كابتن امبارح وصلنا الفجر بتوقيت الامارات، كان في استقبال بصراحة غير عادي وغير متوقع. نعم. الاستقبال العادي والغير متوقع لسببين، اولا طبعا الوقت اللي وصلت فيه البعثه وقت متاخر جدا، يعني في الفجر، في نفس الوقت العدد اللي كان موجود ومستقبل البعثه من الجماهير المصريه اللي موجوده عدد كبير، ويمكن قعدوا يغنوا ويهتفوا باغاني الالتراس الشهيره، والجمله اللي بقت شهيره جدا واشعارت اللعيبه وبكت بعض اللعيبه، لو مش يعني لو لو لو, لو ينجيب حقهم ينجيب حقهم يموت زيهم. نعم. ويعني طبعا مش عايز اقول لحضرتك اللعيبه اهتزت ازاي من الـ من الـ من الـ من الهتافات دي. ويوم ما هبطل اشجع هكون ميت اكيد. رددوها اكتر من مره. وبعدين البعثه طبعا انتقلت للاوتيل، والنهارده كان في تدريب مسائي، تدريب خفيف كده. يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ سمح النهارده لبعض وسائل الاعلام انها تكون موجوده في اول يوم، وبعد كده هيبقى تدريب مغلق. المفروض ان فريق الكويت الكويتي موجود علشان يلعب مباراته مع الاهلي يوم 2، ولكن يبدو ان ممكن فريق الكويت الكويتي يتعذر، هيكون البديل الشباب الكويتي، هيكون بديل الكويت الكويتي. وزي ما حضرتك عارف يا كابتن هيبقى في ماتش تاني يوم 5 وماتش تاني يوم 9. الكويت الكويت يعني فيها ماتش يوم 2، الطرف الثاني لسه ما تحددش. هو المفروض الكويت الكويتي، ولكن تقريبا هو الكويت الكويتي موجود في لبنان، فربما يمد اقامته في لبنان وربما يتعذر، فبالتالي هيكون البديل الشباب الكويتي. طيب والماتش الثاني هيبقى قدام مين؟ الماتش الثاني المفروض في كونفيرم هيبقى موجود الصبح من اهل دبي اول عين الامارات، لان في عدد في فرق كتيره جدا عايزه تلعب الاهلي، فالاهلي بيفاضل. هو طبعا محطوط ثلاث فرق من الاول اللي هم الكويتي الكويتي واهل دبي وثالث ماتش الامارات الاماراتي. اوكي. اتفضل. هو الكويتي الكويتي معسكر في لبنان، لو ظروف الطيران ما ساعدتش ان الكويتي الكويتي هيجي، يبقى الشباب الكويتي هو اللي هيبقى موجود الاهلي يوم 2. واحوال اللاعبين النفسيه ايه يا ايهاب؟ يمكن يا كابتن يعني انا يمكن اطلقنا على هذا المعسكر معسكر العوده للحياه واستمرار الحياه. اللعيبه يعني انا عايز اقول لحضرتك اللعيبه بصراحه ما بتفرقش وضعها، ما بتنزلش اللوبي زي ما بتبقى حضرتك شايف، بيبقوا اللعيبه بينزلوا ويتمشوا وكده. يعني ما فيش التجمعات اللي الواحد كان بيشوفها في الاول، حتى على الطياره كابتن، يعني كان على الطياره معظمهم يعني ماسك المصاحف وبيقرا قران. النهارده في التمرين يمكن فكوا شويه بلغه الكوره اللي هو يلعب شوط، مش يعني بيخش في المود شويه. ولكن طبعا حضرتك عارف يعني بقول لحضرتك كل استقبال ونشيد الالتراس، ويعني برضه القصه محتاجه شويه وقت شويه. ولكن برضه هم يعني في الملعب ادائهم كان النهارده في التمرين الخفيفه كويسه، لكن هي الاصابات الكتيره بقى اللي في الفرقه في الفترة اللي فاتت دي اللي برضه ايه بعد ناس كتير عن التدريبات، زي عبد الله السعيد اللي تأكد غيابه بعد الأشعة اللي عملها النهارده شهر من النهارده. يمكن شريف إكرامي برضه حصل له شد النهارده في الفريق، حسام عاشور برضه من المصابين. في إصابات كتيرة في الفريق في الفترة دي، يمكن برضه وائل جمعة مش هيشارك في المباراة الودية الثلاثة اللي هيتلعبوا طبعا، باستثناء عماد متعب اللي هو مسافرش عن البعثة أساسا. واعتقد كمان وائل جمعه ووليد سليمان مش هيشاركوا يا ايهاب. وليد سليمان مش هيشارك برضه، حسام عاشور، وليد سليمان، عبد الله السعيد، وائل جمعه، الرباعي ده مش هيشارك في المباراه، لكن وليد سليمان وحسام عاشور ممكن الدفع بيهم في المباراه الاخيره امام الامارات الاماراتي استعدادا للمباراه الافريقيه. بركات بيتدرب؟ بركات بيتدرب وماشي بشكل كويس، ويمكن بركات وابو تريكه وائل الثلاثي ده اللي عليه شعبيه طاغيه شعبيه طاغيه. ويمكن بركات كتير الناس كتير وقفته طبعا عشان قصه الاعتزال والتراجع والضغط، ويعني حديث مسار البعثه حتى الان. عماد متعب طبعا مش هيلحق اطلاقا بالبعثه.
لا صعب جدا انه يلحق بالبعثه. يمكن الدكتور ايهاب علي قال من الصعب ان عماد متعب يلحق بالبعثه، وبالتالي من الصعب ان متعب يشارك في المباراه الافريقيه الاولى مع النادي الاهلي. درجة الحرارة عندكم قد ايه دلوقتي يا ايهاب؟ يمكن الجو لطيف جدا يا كابتن، الجو خريفي، يمكن الصبح بيبقى يعني 18 19 ده حلو ده. يعني والجو يعني كان قبل ما نيجي كان في عاصفه ترابيه وكان في تراب، لكن التوقيت ده بيبقى من افضل التوقيت في الامارات في الجو بالذات. اشكرك يا ايهاب.